احنا ما ننسى انه الله غفور رحيم كريم عظيم، يعني هذا الله اللي خالقنا واللي خالق هذا الكون بكل مشتقاته. التسامح بصورة عامة من كل البشر، يا اخي روح صالح فلان، لا تزعل من فلان، روح حاكي فلان. ممكن بعض الاحيان يشتغل عند الغرور والكبرياء والعنفوان، شلون راح يقولون يأذن نفسي لفلان شخص واروح اسامحه؟ هو مو هيك، ما هي الدنيا اصلا مو هيك، احنا عايشين بالحياة مرة واحدة، وما يعرف يعني ما نعرف بصورة عامة ربك شو وقت ياخذ امانته. يعني احنا كم يعني بس من خلقنا من هاي القاعة وراح نرجع لها، يعني منها واليها. فبالنهاية خلونا نسامح، خلونا نعب بعض، خلونا نتكاتف، خاصة احنا يعني ناس مسلمين ودين الاسلام يدل على التسامح والاحترام وما اشبه كل هاي الامور. يعني بالنهاية احنا لازم نتسامح، لازم نصالح لانفسنا، لازم نحب الخير للناس. الله عليكم كافي غرور، كافي كبرياء، خاصة احنا بجوا عيد. اللي يطلب منكم، اللي زعلان ويا اخوه يروح يصالحه، اللي زعلان ويا شخص قريب عليه يروح يصالحه، اللي زعلان ويا اهله يروح يصالحهم، لانه بالنهايه ماكو شيء يدوم غير وجه الله الكريم.